لليوم الثاني على التوالي شهدت مواقف السيرفيس في محافظة القاهرة إضراب عن العمل بسبب أزمة السولار، ورغم أن الإضراب النهاردة كانت نسبته أقل من امبارح، لكن حركة المرور تأثرت. بعض الشوارع كانت فاضية بسبب غياب الميكروباص، وشوارع التانية كانت زحمة جدا بسبب قطع الطرق والاشتباكات اللي حصلت في مناطق متفرقة زي الدقي والساحل. نشوف التقرير ونرجع تاني. السولار أزمة لم تنتهي بعد، بل بلغت تداعياتها إلى حد قطع الطرق والاشتباكات بين سائقي الميكروباص، كما حدث ذلك صباح اليوم عند منزل كوبري الساحل في منطقة الوراق. البلد بديها حقها، بعد إذن البلد تديني حقي. أنا معايا عيلين ما بعرفش أجلهم بسبب الجاز، لما أقعد 24 ساعة عشان أحط جاز عشان أطلع أشتغل وأخاطر وأطلع أبص ألاقي واحد واقف في بنزيمة أقف بالثلاث أربع ساعات ولا بالخمس ساعات وفي الآخر أضرب بمطوى ولا أضرب بتاع وأروح لبيتي والعيال ميت، حرام. إحنا حضرتك بنخش البنزيمة نمول، ممكن يترفع علينا نار ويترفع علينا أي حاجة تتخيليها، وبنسيب عربياتنا وبنمشي زي ما إحنا ما بنمشي. إحنا عندنا سواق ضرب بالنار عشان داخل يفول علينا قصات مش عارفين نسدها، بنموت بعض على رتل الجاز. طب ليه؟ عملنا ايه احنا؟ عايزين يبقى لينا كرامه، مفيش حد بص مستعني بينا. احنا عن نفس وعد الناس نايم في المحطه بتاعت شلي في الوراق عندنا من يوم الخميس لغايه يوم الجمعه بعد العصر، نقول من العربيه جاتلها. دلوقتي احنا بالنسبه لنا بيعاملونا اللي احنا حكومه. طب احنا دلوقتي احنا ذنبنا ايه لما بنيجي نمول؟ نخش البنزينه عربياتنا بتتكسر، اتكسرت فعلا اكتر من كذا عربيه لينا. الناس العربيات بتاعت الميكروباص زائد الناس اللي هي البلطجيه اللي احنا بنخش عادي بيقولوا انت مش هتشتغل. دلوقتي احنا مش شغالين، انت مش هتشتغل. صفحة الجاز وصلت 50 جنيه بره ومش لاقيين، واذا جينا نقول لا يقول لك زميلك بيجيب، انت ما جبتش الدورة بتاعتك ليه؟ لازم تجيب دورتك زي زميلك. طب نعمل ايه؟ احنا عاملين اضراب، اللي خلت شط عملت اضراب على شيء ما فيش وعلى حقوقهم، يعني ما نعملش اضراب اللي بناكل عيش. وقفة سائقي الميكروباص انعكست سلبيا على المواطنين. وقفت طريق كتير، ده انا بالظبط انا نازل حوالي 8، كنت راكب الدروس حوالي 9:30، يعني ساعة ونص مش عارف اركب اللي كنت بتشوفنا العام بالعافيه. وطبعا السواق ملى الاتوبيس على الاخر عشان الناس يوصل. انا ملاكي ما رحتش الشغل النهارده، معايا 10 صناعيه اقسم بالله ما رحنا الشغل خالص النهارده، ما رحناش خالص الشغل، الملاكي ما رحتش الشغل بسبب زحمه الطريق، الزحمه والبنزينات، الدائري واقف بالبنزينات، وهنا البنزينات بتبقى فيه غاز جاز بتقف في الطريق خالص، ماشي؟ الجاز اللي بيجي حضرتك بتقف في الطريق، الملاكي بيقف كله، العباله كلها بتقف. يمدني مش حرام عليكم، اتقوا ربنا بقى واتقوا الله. طوابير الحافلات والشاحنات امام محطات السولار لا تزال ممتده لساعات طويله تبلغ احيانا الى حد المبيت في الطابور. بقى لساعتين بس في ناس بتبات على البنزينات، في ناس بتبات على البنزينات، ناس واقفه كلها واقفه، الميكروباص واقف والنقل واقف، كل المصانع واقفه، حرام. يعني بيحصل عرك ومشاكل وكله بيبقى في ناس دمها بيسيل على الطرق بسبب الجاز. اربع ساعات واقف عشان احط لترين 10 لتر 15 لتر يوصلوني للفيوم، عشان خاطر اروح في الفيوم بقى ادور على جاز او على جرج عربيه جايبها قسط، مش لاقي ادفع القسط بتاعها، اقسم بالله ما لاقي ادفع القسط بتاعها. حسبي الله ونعم الوكيل في كل صالح. أزمة السولار لا تزال مستمرة وتداعياتها تتفاقم ووصلت إلى حد الاشتباك بالأسلحة مهددة الشارع المصري، فمتى تنفرج الأزمة؟ إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور. إن شاء الله إحنا أولى فقراتنا النهاردة بعد نشرة أحوال مصر حتبقى عن